كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن خلاص النص تقريبا، اتكلمنا عن رسالة كولوسي، كنا نفتكر مع بعض العقائد اللي بولس قدمها لنا في الرسالة دي. العقيدة الأولى هي ألوهية المسيح، وكان بيعمل كده في مقابل الفكر الغنوسي أو الفكر المعلمين الكذبة اللي كان بينكر طبيعة المسيح كلاهوت وكناسوت، فبيفهم يعني إيه ألوهية المسيح. العقيدة التانية هي من خلال شخصية المسيح بيقدم عقيدة المصالحة. إيه دوره؟ إيه دور الإله المتجسد ده بيعمل إيه؟ بيقدم عقيدة المصالحة. وبعد كده يبتدي يقدم لنا فكرة رائعة جدا هي الكنيسة. وفي كولوسي وفي أفسس بولس هيركز ويقدم الكنيسة. طبعا في أفسس هتاخد الكنيسة كل الضوء في الرسالة. لكن هنا يقدم الكنيسة فكرة جميلة جدا، إنه لما الخالق خلق الكون، الخالق منفصل عن الكون لكن بيرعاه، بيهتم بيه، بيسستين كل شيء في الكون، فيه يقوم الكل، لكنه مش جزء من هذا الكون ولا هو متحد بهذا الكون. لكن لما يتكلم عن الكنيسة هيتكلم عنها على أنها خليقة جديدة، بس الخليقة الجديدة دي مش مخلوقة بأي طريقة أخرى غير أنها طالعة من المسيح اللي عمل المصالحة واللي مات عشان يقدم. بعد ما بيقدم تجسد المسيح وألوهيته وتجسده يعني لاهوته ونسوته، يقدم المصالحة كده الفداء، ومنها هيقدم السر اللي طالع النهاردة هو الكنيسة. فيقول عنها إن هي ان هو رأس كل الجسد، او رأس الجسد اللي هو الكنيسة، الذي هو البداء المسيح بكر من الاموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. اللي بيحاول يقدمه هنا بولس يبتدي يشوف المسيح بعد ما اتم الفداء ومات وقام، لما قام بقى هو رأس لشيء جديد اللي هي ايه؟ جسده اللي هي الكنيسة. الشيء الجديد ده مش خليقة بعيدة عنه، دي خليقة متحدة بيه، وهو سعيد جدا انه يكون متحد بيها، دي عكس الخليقة اللي موجودة كلها. ما يتقالش ابدا عن الخليقة اللي هو خلقها واهتم بيها وحبها ان هي جسده ولا ان هو رأسها، لكن الكنيسة يتقال عنها ان هي جسده وان هو الرأس بتاعها، ويقول ان هو البداء، هو بكر من الأموات، عشان كده هو متقدر في كل شيء في الكنيسة، عشان كده هو الرأس. فدي علاقة بين مختلفة تماما بين هذا السيد بالرب وبين كيان تاني هو الكنيسة اللي اتخلق وطلع منه هو من جسده. لو تفتكروا لما اتكلمنا عن يوم 50 في العهد القديم عن الفكرة بتاعت رغيفين الخبز اللي كانوا بيتقدموا من نفس القمح الجديد اللي قدمت منه حزمة أول حصاد، وقلنا إنه كان الرب بينبه إنه محدش يأكل من كل محصول القمح الجديد ده اللي قدمنا منه حزمة أول حصاد إذا لما نقدم رغيفين خبز مخبوزين من نفس الدقيقة. الرغيفين دول مقبولين في الهيكل، مش ذبيحة، لكن بيقبلوا أمام الكاهن وبيرددوا أمام الرب فرحانين بيها وبالخليقة الجديدة دي اللي هي اليهود الأمم اللي جم من نفس نوعية الفكر القائم من الأموات. عشان كده الكنيسة جسد المسيح ما كانتش موجودة إلا لما الفكر من الأموات ده قام. طبعا في ناس كتيرة بتشوف الكنيسة في العهد القديم وبتشوف إنه إسرائيل هي الكنيسة والكنيسة هي إسرائيل، ما احترمنا للرأي، بس اللي بيقوله الكتاب المقدس أعتقد إنه شيء مختلف. يقول الكتاب المقدس انه دي سر وان دي كيان جديد، ان هي جسد، وما تقالش ابدا عن اسرائيل انها جسد، رغم انه شعب الله المختار وانه واخد مساحه كبيره قوي من اهتمام الرب في العهد القديم، لكن الكنيسه شيء مختلف خالص. الكنيسه هي جسده اللي ظهر منه بعد قيامته، او طلع منه بعد قيامته، فهو مصدر حياتها، هو راسها، هو صاحب سلطان عليها، لكن مش صاحب سلطان بصفته كسيد على خليقة بعيدة عنه، لكن بصفته رأس هذا الجسد، فهو مش منفصل عنه.
الكيان الجديد ده اتخلق عن طريق قيامة المسيح، أو نتج من قيامة المسيح. عشان كده الحياة بتاعته بتسري فيها. من غير المسيح، من غير حياة المسيح مفيش كنيسة. عمله المسيح من مصالحة، من موت وقيامة، بعد كده أصبح هو رأس للجسد الجديد قريب الكنيسة. فبيبقى مش بس هو سيدها، هو رأسها، هو حياتها، هو اللي ضامن إن كل عضو في هذا الجسد فعال، حي، ومؤمن للنهاية. فالواحد الوحدة اللي بين الرأس وبين الجسد بتأكد إنه الموضوع مش متساب إنه ينجح أو يفشل، مش متساب إنه نحاول ونجتهد ويمكن نصيب أو نخيب. الموضوع هنا موضوع الله، يعني لو جاز أقول التعبير، داخل بكل تقله في الموضوع، داخل بحيث إنه الموضوع ده لا يمكن يفشل، لا يمكن يفشل. فهو الرأس، وهو مصدر الحياة، وهو الشفيع، والروح القدس فينا شفيع ومعين وحياة، وبيريجنريت المؤمن، بيدينا خليقة جديدة، وبيقودنا، والأب بيحبنا. عشان كده الحكاية يعني محكومة، محكومة. الله ضامن إنه هذا الأمر ينجح، هذا الأمر يكمل، وإنه لا يفقد أحد. الكنيسة كانت سر، وده اللي نفسي نفهمه من الكلام ده. لما في صح 1:26-27 بيقول كده: السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقدسي الذين أراد الله أن يعرفهم هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. لو حبينا نمشي مع النص بكل بساطة ونشوف ماذا يقول النص، بيقول عن الكنيسة إن هي كانت سر مكتوم منذ الظهور ومنذ الأجيال. الله مرتبه لكن لم يكشف عنه إلا الآن، والآن أظهره للقديسين اللي هم رسل العهد الجديد اللي قدموا لنا هذا الأمر. وده اللي بنشوفه لما المرة الوحيدة اللي اتذكرت الكنيسة في الأناجيل جت في إنجيل متى في صحاح 16:18 تقريبا، لما بيقول لبطرس: أنت الصخرة وهذه الصخرة أبني كنيستي. وبالإنجليزي I will build my church، ففيها زمن الفيوتشر، زمن المستقبل. لكن التلاميذ بعد حلول الروح القدس هم اللي قدموا الكنيسة بالتفاصيل بقى، أو بمعنى أدق لما الروح القدس جه من 50 كون الكنيسة، وبدأت الكنيسة يعني تظهر وتتعرف وتتفهم إن هي شيء مختلف عن المجمع اليهودي مثلا، شيء مختلف عن الهيكل، شيء مختلف عن كل السيستم اليهودي، لا دي حاجة مختلفة. وقدموا لنا فكرة سر، وقدموا لنا فكرة الجسد، وقدموا لنا فكرة إن هي هيكل الله، وإن هي عروسة المسيح. كم مهول من الإعلانات اللي هي في العهد الجديد بيتكلم عن الكنيسة بصفة مختلفة تماماً عن شعب الله القديم، مع إن دول شعب الله ودول شعب الله، بس في اختلاف. في بعض الناس يقول لك هم زي أهو، ده اسمه شعب الله وده اسمه شعب الله، دول مختارين ودول مختارين، فإذا ما فيش فرق. قلنا قبل كده في التعليم في التفسير إنه المتشابهات ليست متساويات، حاجات كتيرة موجودة متشابهة، لكن الكلمة مش في كل مرة بتعني نفس الحاجة. لازم أفهم هو بيقصد إيه. مختارين الاثنين اختيروا، لكن في فرق بين ده وبين ده. العهد القديم ما تقالش عن شعب إسرائيل مثلا هو جسد المسيح، ولا إنه المسيح رأسه. السر اللي بتقدم هنا إنه مش حاجة لليهود، لكن حاجة بالأخص متجه ناحية الأمم، إن الأمم أصبحوا هم واليهود الاثنين مع بعض شركاء في حاجة جديدة، في كيان جديد اسمه الكنيسة. وهذه الشركة وهذا السر خلق في كل واحد مننا، سواء كنا يهود أو كنا أمم، دخلنا الكنيسة،
خلق فينا هذا الأمر اللي هو بيقول عنه أن المسيح فيكم رجاء المجد. فأصبح كل عضو في الكنيسة جواه هذا التصريح، المسيح فيك رجاء المجد، المسيح فيك رجاء المجد. يعني إيه الكلام بتاع رجاء المجد؟ ماذا يقصد الكتاب بكلمة رجاء المجد؟ وإيه علاقة رجاء المجد بيكون المسيح فيه؟ هل مش كفاية أن المسيح فيه؟ هل مش كفاية أن المسيح خلصني؟ طبعا كفاية قوي بالنسبة لي، لكن بالنسبة له هو مش كفاية، لأنه الخلاص اللي تقدم سكن المسيح فينا الروح القدس حتما يقود إلى حاجة يمكن بعيدة قوي عن إدراكنا إحنا، هي المجد اللي جاي. فالرسل لما بيعلنوا ده في العهد الجديد، طبعا إعلان الله ووحي الله، بيقول لي وبيقول لك إنه طلع أنت عضو في الجسد، عضو في الجسد، ليس دي كانت سر موجود عند الله من أجيال بعيدة ما اكتشفش عنه غير حاليا. والسر ده بيقول الله عايز يكشف لنا ده، ومين اللي يكشفه؟ الأمم. إنه ليكوا رجاء. رجاء اللي يعمل إيه؟ نبقى نيجي نقعد جنب اليهود؟ لا مش كده وبس. الرجاء إنه الأمم واليهود النهاردة بقوا جسد واحد، وهذا الجسد ينتمي للمسيح والمسيح فيكم. طب حلو خالص، بس المسيح فيكم علشان في حاجة كمان جاية، وهي إنكم أنتم تتمجدوا معه. لأنك بقيت في مرتبة الابن، بقيت في مرتبة الابنة، عشان كده هذا المكان، هذا المقام يحتم ويتبعه بالضرورة مجد. هذا المجد لأنه مجد ابن الله، ولأنك أنت بقيت ابن في الابن، عشان كده هتتمجد معاه. طبعا ما أعلن لنا عن هذا المجد، يعني رغم أنه مش فاهمينه قوي، لكن أو مش عارفين كل أبعاده، إنما اللي أعلن لنا في حد ذاته في أوقات بيسهلنا، إنه لما يقول مثلا إنه لما يظهر المسيح سنظهر معه وسنكون مثله، لما يقول إنه متى أظهر يتمجد في قدسيه ويتعجب منه في الكنيسة، يعني يبقى القدسين دول أو الكنيسة دي محط أو معرض لمجد المسيح، فكل الخليقة وكل الكون والملائكة ترى كل مؤمن في الكنيسة تتعجب من مجد الله فيك. عشان كده بيقولوا المسيح فيك رجاء المجد، في حاجة مجد لسه جاي في المسيح. ده هو النقطة الارتكاز اللي بتؤكد ان الرجاء ده حتمي لازم يتحقق لك. فشيء رائع لما ندرس الكنيسة في العهد الجديد نفهم موضوع الكنيسة، نكتشف انه لا، ده موضوع تاني خالص، حتى غير الشعب اللي عداه من البحر وطلع من ايد فرعون وقالوا ارض الموعد، وحاجات كانت رائعه جدا في العهد القديم، ما بقولش ابدا لا، بس الكنيسه لها مكانه تختلف تماما. الناس اللي بتخيل انه الله كان متحيز الشعب، هي لما تقرا العهد الجديد تفهم الكنيسه، تعرف يعني ايه بقى هكذا احب المسيح الكنيسه. ده بقى قصة حب تانية، قصة مختلفة تماما. كل اللي هيعمله لها وكل اللي بيقدمه لها شيء تماما يختلف عن قدسين العهد دي. فالكنيسة كانت سر. طبعا الكلام ده مش كل الناس بتوافق عليه. كتير من الناس بيقول الكنيسة هي كلها على بعضها عهد قديم وعهد جديد، كلهم كنيسة، اللي هيجوا في الأول اللي هم قبل كده اللي هم في الآخر كله مع بعضه. نقول لما نرجع للكتاب ونمسكه بالراحة كده، نمشي معه واحدة واحدة، هنكتشف ان الموضوع مش لخبطة. العقيدة الرابعة اللي هيقدمها الرسول بولس، قبل في اي سؤال على الجزء مع الكنيسة، طبعا سواء كنا بنقبل الفكرة بتاعت الكنيسة مختلفة عن العهد القديم او لا، طبعا باحترام لكل اراء، بس أحب بس تشوفها تبقى يعني تتأكد من الكلام ده. لو كانت الفكرة اقتنعت بيها أو مقتنع بيها يبقى شيء كويس. العقيدة الرابعة اللي تقدم في الرسالة ديت هي عقيدة الفداء.
هيتكلم بولس وهيقول انه الفداء اولا تم بدفع ثمن، اثنين الفداء تم من خلال انه ينقل من مكان الى مكان وينقلك من سلطة الى سلطة اخرى ويمحو اي صلاة بالقديم. فيبتدي يشرح كده انه هذا الفداء تم او تم تخطيطه من قبل الاب. فشاكرين الاب في صح 1:12-14 شاكرين الاب الذي اهلنا بشركة ميراث القديسين في النور. يعني شركة القديسين يرثوا فيها ويستمتعوا فيها، لكن هذه الشركة في النور، في جو النور مش في الظلم. غالبا النور والظلمة دي تو تيرمز مشهورين قوي في العهد الجديد. النور طبعا بيشير للحياة، للبر، للخلاص، للقداسة. أما الظلمة فبتشير للموت، خطية، العالم، البعد عن الله. فالآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. إزاي؟ إنه أنقذنا من سلطان الظلمة، شايفين؟ النور والظلمة، سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى أنا كنت مش بس في الظلمة، كنت تحت سلطان الظلمة، لكن الآب أهلني وجابني من هنا ونقلني إلى سلطان آخر، هي مملكة محبة الابن، ملكوت ابن محبته. في هذا الملكوت اللي بيسود هو الابن ويسود بالمحبة. الناحية الثانية كان إبليس رئيس هذا العالم يسود، كان سلطان وسلطان ظلمة. فالعالم في نظر الكتاب مقسوم اثنين، يا سلطان ظلمة يا إما ملكوت المحبة في النور، ومفيش خط بين النص بين الاثنين، مفيش منطقة بين الاثنين، يا إما الناس في سلطان الظلمة يا إما الناس في ملكوت المحبة. لكن مين العمل ده أو مين الخطط ده ومين الأهل كده؟ هو الآب، عشان ينقل إلى ملكوت ابن محبة ملكوت المسيح الذي فيه، أي في الابن، لنا الفداء. فنشوف الابن هنا هو العنصر أو الإيجنت بتاع الفداء الذي لنا فيه الفداء بدمه وفران الخطايا. يبقى الفداء هنا والفدية اللي تمت، الدفع الفدية اللي تم كان دم تمت، كان تمت دم المسيح. عشان كده الفداء كان بدم المسيح. وهنا لما بيقصد الدم مش بيقصد المادة نفسها، لكن يقصد موت المسيح. كلمة الدم في المفهوم اليهودي وفي العهد القديم بتعني نفس الإنسان أو الحيوان. يقول كده ما تاكلوش الدم، لأنه في الدم نفس الحيوان، النفس بتاعته. ففكرة الدم هنا بتعني أنه هو بذاته قدم نفسه فدية عني. مش بنقصد الدم اللي هو الكرات الدم البيضاء والحمراء والتكوين يعني المادي بتاع الدم، لكن بنقصد بيه او بيقصد بيه هو موت المسيح كبديل عنا علشان يغفر الخطايا وينقل من سلطان الظلمة الى ملكوت ابن. يوضح الموضوع، يقول واذ كنتم امواتا في الخطايا. الظلمة، سلطان الظلمة، اموات، خطايا، كل ده ترمينولوجيز بتورينا الحالة اللي كنا فيها. بص دي رائعة لما تمشي مع الكلام واحدة واحدة. كنتم أولا ده في الماضي، كنتم أموات في الخطايا وفي غلف أجسادكم. طبعا هو بيستخدم كلمة غلف أو غلف أجسادكم، جسدكم هو بيقصد بيه إن بالمعنى اليهودي بيقصد بيه إنه ما حصلوش ختان، لكن هو بيقصد بيها هنا انه كل شهوات الجسد كانت مسيطره علينا، كل افعال الجسد وثمار الجسد اللي كانت بتسيطر علينا. مش بيقصد بيها بس او بيقصد بيها فكره الختان، لكن بيقصد فيها انه هنا الجسد كان مستعبدني، فانا كنت ميت في الخطايا، كنت ميت في شهوات الجسد. نفس الكلام ده بالظبط هيقوله في رساله افسس لما نشوفها المره الجايه في صحاح 2، وأنتم إذ كنتم أموات، ونحن إذ كنا أمواتا في الذنوب والخطايا أحيانا مع المسيح. يقول عن الذنوب والخطايا دي التي سلكنا فيها قبلا حسب رئيس الحق، رئيس هذا العالم، رئيس سلطان الهواء، كنا طبيعة أبناء المعصية، وكانت دفعة
الهوات بتاعتنا وافكار الجسد. اذا نفس التعبيرات دي هنلاقيها بعد كده في افسس. بس شوف الحاله اللي هو بيحط المؤمنين كانوا فين وبقوا فين. بيحط سلطان الظلمه، بيحط هيمنه ابليس، بيحط ان انا كنت ميت في هذه الظلمه، وكنت ميت تحت العبوديه في الخطايا في غلف اجسادي، لما في المقابل الى عمل المسيح احياكم معه. نفس الفكره يقول اثنين في افسس 2 مسامحا لكم بجميع خطايا ازمح الصك الذي علينا في الفرائض. ايه الصك اللي كان علينا في الفرائض؟ كلمه الصك هنا هي زي كلمه الكمبياله او شيك مكتوب ضدك. وصك الدين ده الفرائض اللي كانت موجوده في الناموس بتدني وتقول لي ان انا ما نفذتش الناموس، فعندي كمبياله او عندي صك دين محطوط كده بيقول لي انت مديون لانك واقع تحت سلطان الظلمه وانك ما قدرتش تنفذ الناموس بتاع الله. فمن جهه انا مقتول، من جهه كمان مدان، من جهه ميت في الظلمه وفي الخطايا وفي الذنوب وفي الوضع السيء انا كنت فيه، ومن جهه اخرى تعلق كده صك بيقول مديون مديون مديون. الحل ايه؟ احيانا واخذ الصك ده محا. طب محا ازاي؟ رفعه في الوسط مسمرا اياه بالصليب. زي بالظبط ما تاخد كان في زمان لما يستعلن الصك انه اتدفع، يتم اعلان انه خلاص تم دفع الدين. هو خد الصك ده وسمره على الصليب، قال خلاص مدفوع تم الدفع، رفعه في من الوسط مسمرا اياه في الصليب. تعبيرات بولس غايه في الروعه، غايه في الروعه. واحد شايف المشهد وشايف الملكوتين بيتحاربوا مع بعض، ملكوت الظلمة وملكوت النور، شايف ازاي الانسان مستعبد، ومش بس مستعبد لكن ميت ومديون وغرقان في الموت وفي الخطايا وفي النجاسة، وازاي الله يتدخل عشان يأهلنا لشركة براس القديسين في النور وينقلنا الى ملكوت ابن محبته. ومش بيعمل كده بالتغاضي عن مشكلة الخطيئة، انما بيدفع هو ثمن الخطيئة. عشان كده عقيدة الفداء لا يجب اختزالها في فكرة انه سامحني، لا، محتاج اشوف كل الابعاد بتاعت الفداء. محتاج اشوف انا كنت فين، ولما نيجي نعلم ده في الكنائس او في المجموعات او لولادنا او لاي حد، محتاج نفهم الناس يعني ايه انت من غير المسيح شكلك ايه. لان بعض الناس متخيلة طب هو لازم يكون المسيح في حياتي، يعني طب ما انا كويس، انا مش وحش قوي. هنا بولس بيوريني اي حد من غير المسيح الحقيقه بتاعته شكلها ايه. سلطان الظلمه، ميت تحت الخطيه، جسد بيتحكم فيه، مديون. لو صادف وقابل الرب في اي لحظه هنا الدين هيطلع والسبت هيطلع، هيتم الحكم الموت الابدي عليه. عشان كده بتقول ان الموضوع مش ان انا اخلاقي كويسه ولا ان انا مش عارف اخطاء كتير زي بيت الناس، لكن الموضوع في الاساس الكتاب لما بيقيمني ازاي او بيشوفني ازاي. فده جزئيه جميله جدا ممكن نستخدمها كويس قوي احنا بنكرس، احنا بنتكلم على يعني ايه المسيح فداني، يعني ايه الفداء، يعني ايه الفداء في المسيحيه اصلا، وليه ما امنش باي دين تاني. ما فيش ولا دين تاني من الآخر، فيش ولا دين تاني ولا فلسفة تاني تقدر تقول الكلام ده. ده كلام بتاع فوق، ده كلام جاي من فوق. وأعتقد هنا يبان لنا قيمة اللفظ. يعني كل كلمة من هنا ممكن تقعد تكتب عليها صفحات. يعني كل كلمة مكتوبة هنا منتقاة بعناية شديدة جدا. الناس اللي بتقول ان الوحي معاني مش لفظ، تخيل لو احنا شلنا كلمات كده وغيرنا، عملنا بارافريزنج للكلام ده، هنعرف نقول ايه؟ نعرف هل ممكن نعرف نقول كل الدقه دي؟ وانتم قبل كده كنتم وحشين دلوقتي بقيتم كويسين، ده كلام انا اكتبه يعني. لكن ان انا اقول يعني ايه كنت اموات، اجيبها منين
من انهي جرأة او من انهي لغة ومن انهي منطق اقدر اقول على الناس ان هي اموات؟ باي منظور تقدر تكتب كلمة اموات؟ ده لو انا بتكلم على انه هكتب انا معاني من عندي، لو انا هكتب المعاني، لو انا كنت مكان بولس وهكتب اقول انتم كنتم اشرار ودلوقتي بقيتم كويسين مسيح، لكن هو ما بيكتبش انكم اشرار، ده بيكتب حالتي بتفصيل شديد جدا، دياجنوزس حصل. بيقول انت ميت، مش انت اخلاقك وحشه، مش انت شخص بتعمل شويه خطايا، انت ميت. الكلمه دي في حد ذاتها لا يجرؤ شخص ان يقولها من نفسه. ميت ازاي؟ اذا كنت انا عايش بتنفس وقلبي بيدق وبمشي وبتحرك وباكل وبشرب، لا انت في نظر المسيح ميت. جبت منين الجرأة انك تصفني من انا ميت؟ ان الوحي، انا بقى الوحي اللفظي اللي خلى الكاتب يكتب انتم اذ كنتم امواتا في الخطايا. تعبير يعني مش قادر اتخيل الناس اللي مش قادره تحس او تشوف، يعني نقول ايه يعني، ربنا يرحم. انتم اذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف اجسادكم احياكم معهم. برضو دي كلمه ثانيه، يعني ايه احيانا معهم؟ ومنين تقدر تجيب كلمه ثانيه او فكره ثانيه او لفظه ثانيه بهذه القوه وبهذه الجراه؟ يعني ايه احياني معاه؟ ازاي احياني معاه؟ وعلى اي اساس؟ مسامحا لكم بجميع خطاياكم بسبب الفداء، بسبب الدم اللي اتدفع، اسمح السقط الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. روعه. بس ثلاث ايات او اربع خمس سطور يعني يقلبوا كيان الناس كلها. أعتقد في الفداء زي ما كنا بنقول هو تدخل إلهي ينقذ من عبودية وهيمنة سلطان مملكة الظلمة، ولكن بينقل إلى ملكوت المسيح. الإنقاذ تم خلال فدية، ثمن الدفع عشان يحرر العبد ده. ده الترمينولوجي اللي بيستخدمها واللي مفهومه في الزمن بتاعه، فكره تحرير العبيد بدفع فديه او تحرير الاسير بدفع فديه. الفديه دي هي دم المسيح لكي تغفر الخطايا. والخاطي كان ميت لكن يحتاج الى حياه يهبها المسيح. كنا قلنا بنتكلم شويه في روميا وكلامنا في غلطية وشوفنا فكره الموت للناموس، وهنا بيستخدم تشبيه جميل قوي انه اخذ السك وسمره على الصليب، مح السك الذي كان علينا في الفرائض ورفعنا اياه من الوسط وسمره في الصليب. الصوره هنا هي تعبير تاني لفكره ان المسيح مات للناموس. ما انا كنت مديون، والسك ده بيقول ان انت وانا وانت كل واحد فينا ما عملش الناموس بيقول عليه، عشان كده عليك دين، وادي السك اهو وبيدينك. ده الناموس بيعمل كده. اللي حصل ايه؟ فاكرين لما اتكلمنا عن ان المسيح دخل الناموس واتم الناموس، الناموس ملوش اي حاجه على المسيح، لكن جه قال له هات اللي ليك الدين بتاعهم هم وانا ادفعه لك. وريدي ان يموت موتة العار وموتة اللعنة اللي هي موتة الصليب بحسب الناموس. فاللي حصل هنا ان المسيح اللي اتم الناموس دخل الى الناموس وقال له هات اللي ليك، مات عنا او مات بديلا عنا للناموس. عشان كده بعد ما يقوم الناموس ملوش حق عليا، الدين اللي كان عليا المسيح وفاه، فالصق بتاعي تم في الصليب. ما يقدرش الناموس النهارده يجي يقول عليا حاجه. ليه؟ لان انا كنت معاه، هو مات بديل عني، فانا صار هذا الموت بالنسبة لي. فالنهاردة الموت فصلني ما بين فصل بيني وبين الناموس.
شايفين الثلاث آيات عمل فيهم إيه؟ طبعا يعني شيء فوق الخيال وشيء رائع جدا، إنه شوف يعني إيه الوحي، والروح القدس إزاي يوحي الكاتب كده، وإزاي الكاتب بكل دقة يكتب، والروح القدس بكل عظمة يخلي الكاتب يختار ألفاظ تطلع بينها ثلاث آيات. يعني عايزين الواحد يقعد يعمل فيهم سنة على كل كلمة وكل حرف مكتوب فيه. التعليم الفاسد اللي كان بيتقدم بقى في الكنيسة دي، أو كان بيهاجم الكنيسة دي، وابتدأ رسول بولس إنه يتعامل معه. بعد شفنا العقائد هنشوف إزاي بولس قاوم التعليم الفاسد كان موجود أو كان بيهاجم كنيسة بولس. أول مرة أو أول حاجة هيقابلها هي العودة للناموس والعودة للتهود. دي فكرة كان بولس بيرفضها تماما، وكان بولس بيحاربها بكل يعني بكل ملاذيم القوة، رغم ان هو الفريسي اللي كان بالاولى انه يدعو لهذا، لكن بنشوف انه لا، هو ما فضل حافظ حق الانجيل، ما تصحصحش ثانيه او سنتي عنه، وعارف ازاي يقاوم هذه الافكار اليهوديه اللي هو اصلا متمكن جدا منها، عارف ازاي يقاومها، وعارف روح القدس ازاي يستخدم الراجل الفريسي العنيف ده في انه هو اللي تنكسر على ايده هذه البلاء. فكان بيأكد على فكرة انفصال المؤمن عن الناموس، وده اللي عايزين نفهمه وعايزين نتمسك به وعايزين نبقى متأكدين منه لما يجي حد يقول لنا مثلا ليه انتوا لغيتوا السبت تعبدوا يوم الحد، ده معناه ان انتوا كسرتوا الناموس وغيرتوا شريعة الرب. بعض الناس بتتهم هذه الخطوة بأن هي خطوة بسبب الأنتي كرايست، طبعا بيتهموا فيها ويقولوا أن البابوية بتاعت روما هي الأنتي كرايست، وأن هي غيرت يوم العبادة من السبت إلى الأحد، وده اللي مكتوب عنه أنه الأنتي كرايست لما يجي هيغير التوقيتات والأزمنة. فاتهموا الكنيسة بكده، واتهموا الناس بكده، وبدأوا يدعوا إلى العودة إلى السبت. بنقول بكل بساطة إحنا ما كسرناش أي حاجة في الناموس، لأن إحنا ما لناش أي علاقة بالناموس. أنا مش مجبر أنفذ السبت، لأن أنا ماليش دعوة بالسبت. لو أنا نفذت قانون واحد من قوانين الناموس، يجب علي أن أنفذ كل قوانين الناموس، وده مش دوري ومش مطلوب مني، لان انا مت للناموس بموت المسيح، فانا منفصل تماما عن الناموس. بس الناموس بيقول لك تحب رب الله من كل قلبك وتكرم ابيك وامك ولا تسرق ولا تشتم ولا مش عارف ايه الحاجات دي. طب وايه كده؟ طب مره عهد قديم عهد جديد بتاعي وكلام احسن كده بكتير. ففي عندي نعمه اللي عايش فيها ليها متطلبات وليها اخلاقيات وليها مبادئ. ما بقولش لا، الله ما بيغيرش رأيه، بس الناموس ده أو السبت ده كان حاجة لطقس قديم. النهاردة أنا ماليش علاقة بهذا الطقس، ماليش علاقة بالناموس، وإلا أنا ساعتها بقى مجبر كمان أن أنا أقدم ذبائح حيوانية ومجبر أروح أعبد في أورشليم، لأنه الناموس كله بيدور في المنطقة دي وعلى النظام ده وعلى شريعة موسى. لكن تم انفصال المؤمن المسيحي عن حرفية الناموس، عن طقوس الناموس، عن فرائض الناموس. لكن الله أخلاقياته ومبادئه ثابتة في كل من جيل لجيل وفي كل تدبير وفي كل مكان. يعني اللي قال إنه تحب رب إلهك وما تعبدش وثن، هو حتى النهاردة في العهد الجديد نفس الكلام. اللي بيقول إنه اكرم أباك وأمك بيقول كده، مش بس أباك وأمك، بل حب أعدائكم. كل الكلام ده أخلاقياته ثابتة، إنما الناموس اللي كان بينص على إنك تحفظ السبت ده كان موجود في الشعب القديم، لكن أنا بالنسبة لي أنا النهاردة مش مجبر أحفظ السبت، لكن أنا بعبد عبادة جديدة في
زي ما المسيح قال، ما يحطوش الخمر الجديد في سك قديم، ولا يحطوا رقعة جديدة على توب قديم. ما ينفعش، احنا في حالة جديدة خالص. الحالة الجديدة انه مع المسيح احنا متنا عن الناموس، انفصلنا عن الناموس وعن حرفياته وعن طقوسه، فمش مطالب اني ارجع تاني لهذه الصغار وهذه الصور الباهتة اللي النهاردة انا عايش في الحقيقة الكاملة بتاعتي. خطوة تانية هيعملها بولس، وقول لهم ما تخلوش حد يتحكم فيكم في جهة اكل وشرب، ده حلال وده حرام، ده ينفع تاكله وده ما ينفعش تاكله، بتلمس ده ويلمس ده، تغتسل ازاي، مش عارف تعمل ايه. كل الكلام ده كله حاجات ليها علاقه بالناموسيه بالتهوى. عشان كده المسيح، في المسيح انا ما فيش حد يتحكم فيه، لا من جهه اكل ولا من جهه طعام ولا من جهه حفظ السبت، ولا انه في هلال العيد جاي او في هلال اول الشهر، دي حاجه كلها تحت الناموس، انا مالي ومالها. فلا يتحكم فيكم احد من جهه اطعمه، من جهه حس السبت، من جهه الهلال، من جهه الشهود، من جهه الاعياد، التي هي ظل الامور العتيده، واما الجسد في المسيح. دي كلها كانت ظلال منتظره الامور الحقيقيه لم تيجي. خلاص جت، هرجع تاني للظلال. اما الجسد فللمسيح. جسدك مش عشان حد يتحكم فيه، كله ما تاكلش اشرب ما تشربش، إنما الجسد كله من المسيح، فمقدس المسيح، سواء كنا ما كناش، شربنا ما شربناش، في كل حالة إحنا بنقول إحنا يعني. حتة تانية من الحاجات اللي بولس قومها هي استعارة ممارسات من عبادات الشرقية علشان يدخلوها في المسيحية. العبادات الشرعية كانت بتقوم على الفكرة بتاعت انه الجسد محتاج ينضبط، محتاج ان احنا نقاره علشان الروح تسمو، وده اعتقد موجود لغاية دلوقتي، موجود بصورة لئيمة جدا وبصورة بتنتشر في وسطينا بشكل مرعب. بتنتشر تحت مسمى رياضة ومسمى ريلاكسيشن اللي هي اليوجا. طبعا ممكن الناس تستغرب الفكره دي، اليوجا بيقولوا كده، مفيش هندوسيه بدون يوجا ومفيش يوجا بدون هندوسيه، فاليوجا جزء من نظم العباده الهندوسيه. طبعا اللي بتقدم لنا هنا في الغرب وبتقدم لنا هنا في البلاد هي فكره واحده بس لطيفه جدا، هي انه الانسان بيحاول يتحكم في تفكيره عشان يبقى ريلاكس، وبياخد أوضاع ويعمل تمرينات جسدية عشان يبقى ستريتشنج العضلات ويبقى في حالة من الريلاكسيشن والراحة والصفاء الذهن. لكن دي اللي هي ألف ب في الموضوع. بعد الألف ب، بعد أول مرحلة من دي، في كلاسز متقدمة. الكلاسز المتقدمة فكرتها انه ازاي تطلق من جواك الطاقة اللي جواك، وتبتدي تتحكم في تفكيرك وفي الحاجات اللي حواليك، وتبتدي تقهر الذات عشان الروح تتحرر لبرا. ده فكرة جزء كبير من العبادات الهندوسية والعبادات الشرعية. طبعا لانه كان العالم بيتأثر بعضه، في أي لحظة في التاريخ العالم والحضارات كلها بتخش بعضها. في مجموعة من المجموعات اليهودية المتطرفة أو كانت يعني متمسكة بشكل زيادة أكثر من الفلسطينيين، لكن ما كانوش لهم دور كبير في المجتمع زي الفلسطينيين وزي الصدوقيين، لكن كانوا طبقة من الناس المنعزلين المتقشفين جدا أو يشبهوا الرهبان في الوضع الحالي. المجموعات دي عاشت في نوع من النسك في الصحراء، يسموهم الأثينيين، السين مش بالث، لأنه الث هي الأثينا اللي هي عاصمة اليونان، لكن دي اسمها المجموعات الأثينية. الناس دي تأثرت بالأفكار دي، فكرة خموسي وأفكار كثيرة دخلوها مع
اليهودية المتطرفة أو المتشددة جدا. فبدأوا يضيفوا على تمسكهم القوي جدا بكتابات العهد القديم وبالناموس وبالتقاليد الربيين، أضافوا لده ممارسات الزهد، تقشف، طهر الذات، الصوم فترات طويلة، الامتناع نهائي عن الزواج، ويعني كتير ما كانوا بيشيروا للزواج على أنه شيء كويس. انعزلوا وحدهم في مجموعات تشبه المتصوفين، وبدأوا يمارسوا الصلوات كبديل للذبائح. طبعا بالذات بعد سنة 70 لما تم تدمير الهيكل ومبقاش فيه ذبائح، هم اعتبروا، هم من الأصل كانوا شايفين انه النظام اليهودي الديني بالنسبة لهم هو نظام فيه فساد، فانعزلوا جدا واعتبروا صلواتهم وزهودهم وتقشفهم ده نوع من الذبائح الروحية اللي قدموها لله. طبعا لكونهم منطقة الشام قريبة على التأثير بتاع العبادات اللي كانت موجودة في إيران وشمال العراق، اللي يسموها العبادة الزرتشتية أو الديانة الزرتشتية، والديانة، في ديانة اسمها الصبائية، في بعض الديانات القديمة جدا هناك اتأثرت، وكانوا بيتكلموا عن طبقة ملائكة أو طبقات من الملائكة. فحتى كتابات الجماعات الأسينية دي اتأثرت بالفكرة، اتأثرت بفكرة حركة الملائكة، إنه في ملائكة تيجي تتحرك وتيجي تكون بتنقذ وتيجي تكون بتظهر للناس، اتأثرت بيها جدا، واعتبروا إن الملائكة دول عبارة عن زي طبقات نقدر من خلالها أو يقدروا من خلالها يصلوا إلى الله. والناس دي شبهت كتير قوي فكرة رموزي، في ان هي احتفظت بالمعلومات وقالت من طبقة المعلومات دي موجودة عند فئة معينة هم العارفين، ومنعوا انهم الحاجات تتداول، الأسرار تتداول عشان ما توصلش لحد غيرهم. فانغلقوا على نفسهم، بقى في ناس معينة تعرف كل حاجة، واللي عايز يمشي معاهم يمشي بحسب كلام الناس دي. وأضافوا فكرة وجود طبقات الملائكة اللي محتاجين إحنا نتقرب ليهم، عشان كل ما نتقرب ليهم نطلع درجة ونحاول نوصل لهم. طبعا كل تأكيد عارف إن أنتم الكلام ده بالنسبة لكم مش مقتنعين بيه، أو يعني مش هتقبلوا، لكن في الزمن ده الكلام ده بدأ الناس تدعو إليه، وبتقدمه بصورة مسيحية كمان جوه الكنائس، إن إحنا محتاجين نعمل كده، محتاجين يكون ما بناكلش كتير، بنمتنع عن الزواج، العالم ده شرير، فاحنا نقهر العالم، نقهر الجسد، ان احنا ما نسيبش الجسد يعمل اللي هو عايزه، لا نذله، نكسره، نصومه اكتر، نعذبه اكتر، علشان ما يبقاش واخد فرصته. وان احنا عشان نوصل ربنا محتاجين طبقات من الكائنات اللي من خلالها كل ما نعبدها ونتقرب لواحد منهم يرفعنا للدرجه الثانيه. طبعا في النهارده اشكال والوان من الكلام ده بيتم تداوله بشكل كبير، وعلى انه نوع من التواضع، يعني ما اقدرش اوصل ربنا مره واحده، انا لما ادخل على رئيس الجمهوريه محتاج افوت على 20 سكرتير عشان يدخلوني، فما اخشش من اول مره. فبنقول له تحيه كلامك مظبوط جدا، بس لو انت كنت ابن رئيس الجمهوريه ده اعتقد هتخش من غير سكرتير، مش كده؟ لكن انك انت ما تولدتش من الله، عشان كده شايف ان الله بعيد، انه في محتاج 50 سكرتير في النص عشان توصل له، ومش هتوصل. ففكرك صحيح، لكن المشكله ان انت ما تولدتش من الله، ودي مشكلتك الكبيره، انك مش فاهم الله بيحبك ازاي، مش فاهم ان انت ابن الله، وانك ليك حق انك تكون تستمتع بهذه البنويه، انما انت حابس نفسك في زيف وفي خدعه كبيره جدا تحب بيها نفسك. طيب بيقول لهم ايه بولس؟ صح 2 آية 18-23، لا يخسركم أحد الجعالة، مش حد يضحك عليكم يخسركم الجائزة بتاعتكم، راغبا في التواضع وعبادة الملائكة. يبقى اللي عايز يخسركم الجائزة دي بيدعو إلى شيء خطير جدا، بس تحت كفر، تحت صورة من التواضع. والتواضع بيقول لك ما تقدرش توصل ربنا، كبير قوي،
احنا ضعفة جدا، احنا محتاجين سقة، محتاجين حد ياخدنا معاه. الله بعيد قوي، الله عظيم جدا. شوف انا وحش قوي ازاي، اه انت وحش قوي والله عظيم جدا، بس الله حبك وانت وحش قوي ومات عشانك وانت اسوأ. بيقول راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا في لم ينظره، يعني كان واحد بيني وبينك كده وبين، يعني كلام من ذلك، واحد داخل يفتي في حاجات ما يعرفهاش. بص بقى، اللي بيرغب في التواضع ده من جهة أخرى هو منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. خلي بالكم اللي شكله ده عامل متواضع، هو في الحقيقة منتفخ، منتفخ على الفاضي باطل. والانتفاخ ده والكبرياء ده جايله بسبب ذهنه مش الروحي، لا اللي بيتحكم فيه الجسد، اللي بيدعو انك انت تسيطر على الجسد. ذهنه ده، افكاره دي، الجسد هو اللي مسيطر عليها. شايفين المخ، شايفين العبقرية بتاعت بولس بيقول ايه، او يعني الروح القدس اللي قاد بولس بيكتب ازاي، يعني حاجة في منتهى العظمة. الشخص عايز يدخلك تعبه الملائكة ده، بيدعو للموضوع ده عشان يخسرك خلاصك وجائزتك وتضيع، وتحت كفر خادع من التواضع، لكن هو في الحقيقة هو شخص ما يعرفش حاجة، ينتفخ متكبر على الفاضي، وهذا الشخص يتحكم فيه ذهنه اللي الجسد هو اللي يتحكم فيه مش الروح. فإن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، خلي بالك بقى، ما هو اليوحنا يقول لك ما تلمسش العالم الشرير، وعشان ده وحش، وعشان الأكل بيخليك تنسى مش عارف إيه، والجسد يعمل إيه. بيقول له إذا كنت أنت مت مع المسيح عن كل أركان العالم، فلماذا كأنكم عايشون في العالم؟ إذا كنت من الأصل مع المسيح عارف إن أنت مت عن العالم، فلا أكل ولا شرب ولا كلام كله يهمك، انت مت مع المسيح. فلماذا كانكم عايشون مع العالم بقى، عايشون في العالم، تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تزق ولا تبس. ليه بترجع تاني وكانك عايش لسه في العالم ده وعايش مع العالم ده، فبيتفرض عليك فرائض. هذه الفرائض جميعها للفناء، كل الكلام ده كله فاني، يعني اكلت ما اكلتش كله فاني، الفرائض دي كلها فانيه. هذه الفرائض حسب وصايا وتعاليم الناس، الناس دي كانت بتقول انه دي وصايا الهيه احنا اخذناها باعلام من الله او بالملائكه. هو بولس بيقول لهم ايه؟ هذه الوصايا وصايا جسديه عالميه وحسب تعاليم الناس وليست حسب تعاليم الله، التي لها حكايه حكمه بعبادة نافلة. الكلام ده حكمة جاية من عبادات اسمها كده بالإنجليزي self-made religion، عبادات مصنعة معمولة، ناس اخترعتها. فالكلام ده مش من الله، الكلام ده حسب وصايا الناس، كلام ناس منتفخة، كلام ناس لسه عايشة في العالم، الناس بتحكم فيها جسدها وذهنها. الناس دي متعلقة بعبادات مصنعة من البشر. هذه الحكمة لها علاقة بعبادة نافلة، عبادة مصنعة، وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. كل الأمور دي ما نجحتش أصلاً تشبع البشرية في شيء، حتى اللي عرفوا يقهروا جسدهم في النهاية ولا استفادوا حاجة وفقدوا الخلاص. عشان كده بقولهم كل هذه الأمور لا يمكن أن تشبع البشرية. الترجمة الإنجليزية بتاعتها of no value in stopping the indulgence of the flesh. كل هذه الطرق لم تنجح إنها توقف الفساد اللي في الجسد، الشهوات بتاعت الجسد. لكن إيه اللي نجح؟ إنه تموت مع المسيح وإنك تتولد من جديد. كل اللي حاول انه يقهر الجسد، انه يبطل، انه يقمع نفسه، ممكن الشيطان يسمح للشخص ده بفتره يسيب، لكن بعد شويه تلاقي الوحش اللي انت ماسكه ده كبدته ده لفتره شهر، فجاه هينطلق ويكسر الدنيا.
عشان كده بيقول لهم كل هذه الأمور من تواضع من قهر الجسد، من التقشف، من الزهد، من عبادة الملائكة، من كله ما تاكلش وما تشربش وما يشرب، كل ده كله لم ينجح أبدا إنه يشبع البشرية أو إنه يتحكم ويخلي الناس تعرف تسيطر على جسدها. لكن إيه اللي نفع؟ إن كنتم قد متم مع المسيح. يبقى قوة الموت اللي في المسيح ماتها وبتصل فينا، بتفصلنا عن الناموس، بتفصلنا كمان عن العالم مش حول. يبقى لما جه يتكلم عن التعود الناموس خبط الخبطة بتاعته المحترمة. لما جه يتكلم على قهر الجسد والعبادة الملائكة في سطرين ثلاثة راح حط الخلاصة بتاعته وجاب الناس دي كشفها قدام الكنيسة على إن هم أولا متداخلين في ولا يعرفون، منتفخين، كذابين، لهم علاقة بكائنات مصنعة بالبشر، بيتحكم فيهم جسدهم وذهنهم، وفي النهاية كل اللي بيقولوه ده ما ينفعش حد بحاجة. هدف المعلمين الكذبة اللي كانوا بيهاجموا الكنيسة الكلوسي حسب ما بيشرح لنا بولس كده إنه يسبوا أفكار المؤمنين بفلسفات باطلة. هذه الفلسفات حسب تقليد الناس. هو بيستخدم الكلمة دي لأنه المعلمين دول كانوا بيقولوا إحنا بنعلم بحسب كلام الله. فبقول لهم لا لا لا، دول حسب تقليد الناس. فبيخلطوا الخلطة السحرية بتاعتهم ما بين طقوس اليهود وما بين العبادات الشرقية اللي كلها تفاخر بالجسد، تفاخر بإن أنا بقدر أعمل كذا، وتفاخر بالتعاليم السرية. إحنا نعرف حاجات ما حدش يعرفها، فامشي ورانا. ولما الناس دي بتقول إحنا عايزينكم تتحرروا من أركان العالم عشان تسمو بالروح، بولس هيستخدم نفس التعبير بتاعهم ويقلبوا عليهم. ولهم إن هم ليهم علاقة بأفكار حسب أركان العالم الضعيفة. هنا محتاجين نعرف هو بيعمل إيه. هو بياخد الإكسبريشنز بتاعتهم هم ويقلبها عليهم. فعايز يقولهم إنه الناس اللي بتدعي أو بتدعو إلى إنه هم يعني ناس روحانيين، هم في الحقيقة هم حسب أركان العالم ضعيفة قوي، وإن هم كلهم مادة، يعني كلهم بيفكروا في المادة مش في الروحيات، وهي ليست حسب المسيح أو بحسب فكر المسيح. فبيكشف قدام. المصيبة في الأفكار دي كلها إنها بتخسر المؤمن رفيقته، بتخسر المؤمن جائزته، وهي لا تستطيع أن تشبع الجسد وإن هي تتحكم في الجسد وإن هي تمنع الجسد من شهواته، ولكن في النهاية تسبب للمؤمن إنه يضيع وإنه يخسر جسده. حتى لو كان مؤمن حقيقي ولود من الله، لكن يتشتت بعيد، فيجي في النهاية قدام الله قدام كرسي المسيح يقول له الكنيسة دي كتير، بس أنت ما يعني خلصت كده كما بنار، لأنك ضيعت وقتك في كلام فارغ، لانه الموضوع ما لهوش علاقه ابدا بانك انت ترضيني بالتقشف وبالزهد، لكن ليه علاقه بانك تتولد من جديد وتاخد حياه من الله. في الجزء اللي لمسته دلوقتي كنت بتتكلم على قول المسيح في متى ليس أحد يجعل رقعة جديدة على ثوب عتيق أو خمر جديد في زقاق عتيق. أنا فاكر السنة اللي فاتت كنت لمست الجزء ده وشرحته بطريقة موجزة وجميلة جدا، ممكن تعيدها تاني؟ اللي هو تعليم الناموس مع حياة النعمة. احنا كنا بنتكلم اتكلمنا المرة اللي فاتت فعلا عن كده السنة اللي فاتت، شكرك انك لسه فاكر الشخصيه دي. الفكره اللي المسيح جاي يقولها انه انا مش جاي اقول لكم حاجه نرقع بيها القديم. القديم له نظام. انا جاي بتكلم على فكره جديده خالص. فمش هينفع تاخد قماشه رقعه من القماشه الجديده تحطها على القماشه القديمه، على الرقعه القديمه او الخرم القديم، لانه لما اخيط ده في ده
الجديد التنشن بتاعه اقوى، هيقطع القديم من تحت. نفس الكلام لو حطيت خمر جديد الفعل الكيميائي بتاعه قوي جدا، الزقاق القديم نشف فالخمر هيفرتكه هيقطعه. بالظبط بيقول لهم كده انه المسيحيه ما لهاش علاقه بالناموس، المسيحيه دي موضوع جديد خالص، الكنيسه حكايه جديده خالص، انا مش جاي ارقع الديانه اليهوديه. الديانه اليهوديه كان لها هدف والناموس كان له هدف، ده اللي بيشرحه بعد كده بولس، بيقول انه الناموس كان مؤدبنا الى المسيح، فلما جه المسيح بقى فيه حاجه جديده، بقى فيه نعمه. النعمه فعليا بتقول انه ليس من اعمال لكي يفتخر احد، ففي خلاص بالنعمه، في انقاذ بالنعمه، لكن كمان النعمه ليها سلوكياتها وليها قوانينها كمان، عشان احنا ما نقولش ان احنا بندعو لل مثلا انحلال خلقي او انه نعمل اللي احنا عايزينه، النعمه ليها النظم بتاعتها والاخلاقيات بتاعتها والقيم بتاعتها اللي الناس تؤمن. فكره الله في كل شيء في من جهه الاخلاقيات من جهه المبادئ مش بيختلف، يعني الله اللي قال تعبد اله واحد هو الاله الواحد اللي نكمل بيه، اللي قال انت تحب رب الهك بكل قلبك هنحب رب الهنا بكل قلبنا، اللي قال اكرم ابنك وامك بكل تاكيد هو نفسه عاش واكرم اباه وامه او اكرم امه ويوسف اللي كان في مثل في منزله ابيه الجسدي، بالعكس هو اكرم كل الناس اللي حواليه. ادانا مثال ازاي ان احنا نسلك كده، وكل تعليم العهد الجديد بيقول ازاي احنا نسلك بهذا السلوك. ف لما بندخل الاثنين على بعض بقى هنا دي المشكله انه زي ما كان حصل هنا في الكنيسه دي، انه عايزين نمسك الحاجتين مع بعض، ابقى متمسك بالكلام بتاع حرفيه الناموس وبتاع المس وما تلمس ودوق وما تدوقش، وبعدين اقول ان انا خلصت من نعمه. فبولس يقول ده نوع من يعني شيزوفرينيا في التفكير، زي ما المسيح قال انه ده رقعة قديمة، رقعة جديدة على ثوب قديم، في النهاية الثوب هيتقطع اكتر فالفشل هنا هيزداد اكتر. ده اللي بيحصل في كل مكان، بتحصل فيه انه العبادة تاخد شكل احنا تعودنا على كده. مش بقصد بيه مثلا كنيسة معينة، حتى في كنيسة الانجيلية تعودنا على حاجه معينه، فاحنا عايزين الطقس ده يفضل ماشي، عايزين يفضل الكلام هو، عايزين يفضل الحياه هي. ليه؟ لان طبيعتنا احنا كبشر بنحب الحاجات القديمه، احنا ما عندناش ابدا تطلع لجديد، طبيعتنا كده نحب الكومفورت زون بتاعنا. فاليهودي كان عايز يفضل في الكومفورت زون بتاعه، كان عايز يفضل تحت تاثير الناموس وتحت الشكل اللي بيريح ضميره. لما بنخرج بره التقليد، لما بنخرج بره التقصية، بنحس كأنه اتعرينا أو كأنه في حاجة مش بريحانا، أو إنه إحنا إيه ده هنرتكب دي، فبنخاف. زي بالظبط يعني ما أعرفش لو أنت حد منكم مثلا يعني جرب مرة مثلا إنه يعبد مع الناس بطريقة تانية، أو يفكر في العبادة بطريقة تانية، إنه ممكن أكون بعبد الله مثلا. صادفت ناس بيقولوا إحنا ليه بنكون وإحنا في وقت التسبيح وقت الترنيم ليه ما أقدرش أعبد الله بإني أرسم؟ ولو جيت أقولها في كنيسة هيحطونا في النص ويرجمونا كلنا، لأنه أنت هرتقت كده. هو بيقول طب أنت بتعرف ترنم وتغني بصوتك أو تعزف بالآلة بتاعتك؟ أنا عايز أغني للرب بالألوان بتاعتي اللي أنا برسمها، برسم بيها باللوحة اللي برسم بيها، عايز أرسم له حاجة. مش كتير ناس بتقدر تروح في الحتة دي، بتحس إنه في حاجة غلط يعني. بالظبط نفس الكلام بالنسبة للشخص اللي كان عايش في الناموسية، وبتيجي تقول له سيب الكلام ده كله وتعالى اتبع المسيح، بيلاقي إنه في نقلة بتخرجه من منطقة الأمان بتاعته. المسيح جاي يعمل فعلا كسر الحتة دي، وخلينا نبقى ردي ان نروح معاه المشاوير الجديدة، وردي ان نروح معاه في الخمر الجديد او الثوب الجديد. وده اللي دعا عليه التلاميذ بولس، واضح انه كان بيقاوم الفكرة دي انه ما ترجعش تاني حد يقول لك كله ما تاكلش، ده حرام وده حلال، ينفع تاكل فول بس ما تاكلش جبنة، تاكل بيض بس ما تاكلش لبن. كل الكلام ده كله في النهاية يقول له
الجسد المسيح، كل الكلام ده له علاقة بعباداتنا فينا. ما بنقولش إن الصوم غلط، لا بالعكس نصوم، لكن بعيدا عن فكرة قهر الجسد، فكرة إذلال الجسد اللي كانت موجودة في العبادات دي، لأنه في النهاية مش بتحصل حاجة ومش هتوصل حاجة، بالعكس هتخسرنا جايزتنا ويمكن تاخد الناس بعيد عن الخلاص بشكل كبير. Thank you. Thank you, شكرا.